صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بكامل بخير، ان شاء الله يكون كامل مورا تاعكم طالع وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جيتكم فيديو جديده، روتين تاعي بويسك اليوم جي با غران شوز افير في الصباح، عندي نخدم حتى لابري ميدي. دوكو جو مي سوي دي علاش ما نلفتش الكاميرا ونصور لكم كيفاش تفوت ما جورني نهار اللي ما يكونش عندي غران شوز افير. فوالا انا ديجا راهي 9h موان كار، je viens de poser mes enfants à l'école ou à la crèche ou déjà la chose la première que je vais faire c'est que je vais faire mon pyjama et après je vais faire le lait et faire les sacs et faire le congélateur parce que hier j'ai acheté le lait parce que j'ai acheté le lait pour une semaine 10 jours jusqu'à même 15 jours ça dépend il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses alors la chose la première que je vais faire c'est وجدت قهوة وجدت قهوة باش كيما نقولو حنا نقعد راسي، وجدت الايباد ندير دي فيديو يوتيوب باش نلها ما نحسش بالوقت ما نحسش بالخدمة بلوتو تخدمي وانتي لا هي فوالا المهم الشيرات اللي نديرو كيفي راهم فاهميني. وجدت الملح والليم باش نغسل البولي، وجدت لي ساك كونجيلاسيون، وجدت لو بابيي ايسويتو هنايا واللحم تاعي ها هو هنا. غادي نبدا بشويه بشويه
درت لو جافيل في لافابو باش نقيه وجيت ديجا لو جافيل ريحته راهي قاطعه بزاف. جيت نوجد الفطور في رحبه غادي ندير واحد الكبده مشرمله الكبده تاع الخروف مشرمله تجي بزاف بنينه راكم تشوفوا هادو هما كاع لي زانغريديون سي تو. قطعت الكبده تاعي هنايا اون بيتي مورسو كيما راكم تشوفوا بيتي 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 كيما هكا وقطعت حبه بصله كبيره كوميم هكا تاني كرقيق ودرت زوج ولا ثلاثه تاع معالق تاع قزبر وزوج ولا ثلاثه تاع معدنوس 2 à 3 كويير تاع زيت. انا كملت زيت زيتون نتوما اللي عندكم زيت زيتون ديروا زيت زيتون سي ميو و بور لي زيبيس غادي نديروا ملح وحروق وشويه تاع الكمون هذا ما كان. غادي ندير كل شيء في رحبه والسر تاع هاد لا ريسيت سي كو ديروها فريمون على نار قويه على نار قويه باسكو ما خصش الكبده تطلق الماء باسكو الا طلقت الماء غادي تنشف. خص فريمون كيما نقولوا حنا غير نقلو ونطفو. تجي بزاف بنينه هاد لا ريسيت جربوها على حسابي واللي تجربها ما تنساش تصور لا ريسيت وتاغيني في انستغرام. غادي ندير لكم الكونت تاع انستغرام تاعي هنايا. غادي نقرح فريمون حتى المقله تسخن باسكو راكم تشوفوا درنا كلشي بارد في البارد. غادي نقرع لها تسخن ونبدا تاوعي. نقيتهم بيان وقطعتهم كيما هكا شويه ماشي غونغون ودرتهم في المقله ديريكتومون درتهم في المقله غسلتهم بيان سور وكاع. غادي ندير بلحت الثقه باسكو اون فاس ليا ايكول الحس ما تامنوش عقلكم. غادي نزيد معاها غير هاد شويه تاع الماء فنجان ولا فنجان وشويه و الثوم ما غاديش ندير دروك راني نقيت حبه ثوم سنه ثوم ونقيتها وخليتها. غادي كيما هكا غادي نشعل النار ما ندير فيها والو غادي نشعل النار
نخليها زايده حتى وين تغلى. كي تغلى ماشي تغلوها كاع في الماء باسكو تروح لها الفايده. انا جينا مخيصنا الخضره كي نغلوها ونصفوها هذاك الماء نقيسو فيه كاع الفايده. الا تبغوا تفوروها وي جو سوي داكور مي هذاك تغليها وتصفيها مو جو سوي كونتر. نديرها كيما هكا انا كي نكون مغلقه نديرها كيما هكا نربح الوقت باسكو سي فري دي فوا كي تفوريها تشد الوقت هكا. سكيفي ديري غير فنجان تاع ما قلت لكم معاها وتبلعي عليها وتخلوها طيب على نار ناقصه. كي طيب تكون نشفت تكون نشفت نوريكم شنو نديرو من بعد نولي معاكم باش نوريكم شنو دوكا. في هذا الوقت نجي نحكم لها غاب نربي عليهم ديك السنينه تاع الثوم ولا مام با سنينه زاد انتما شحال تبغوا الحار باسكو الثوم دفو يحررها. انا ما غاديش نكمل الثوم سي سوفيزون بور موا. نربو السنه تاع الثوم نزيدو الملح باسكو توتالور ما درناش الملح. اللي بغى يدير الملح في الاولى يقدر كما تبغوا. انا الحرور ما غاديش ندير ثوم تقدروا ديروا شويه حرور انا ما غاديش ندير باسكو الثومه ديجا حاره وغادي ياكلوا معايا وليداتي. غادي نزيدو شويه كمون كيما هكا ونحكم اون كويير تاع دهان. نتوما الا بغيتو ديروا زيت الزيتون تجي صحيه بلوس ديرو. انا نبغي الدهان يبننها فريمون ما نديرش كونتيتي كبيره اون بيتيت كويير. ومن بعد النار نزيد عليها النار ونخلي هذاك الدهان يدوب في الوسط مع الكمون والثوم الملح يذوبوا كامل فرحبة ونبقى نزي ونجيب فيه هذيك الكاروت تاعنا. شو كاع ما شدتنيش في الطياب ميم با 10-15 مينوت كانت واجده ومن طون تقاردي كاع الفوائد تاعها باسكو ما كانش هذاك الماء اللي نصبوه ونقيسوه. ابخي كل واحد سا فاسون دو فيها. انا بغيت نوريكم هذه طريقه تاع التفوار ثاني مليحه بصح دي فوا حبوك تتوغوا بالكدره والكسكاس على جال الحبه تاع الكروطه. كليت فيت في جي مونجي سكي لو ريست تاع البارح تاع العشاء باش ما نكذبش عليكم و جيت نوجد الكوماج جيت فيه خصني اكسفولي مي ليفغ و جو مي بريبار بور سورتير باسكو جو ترافاي سيت ابري ميدي. نسحقوا في هاد الاكسفوليون قلت لكم 3 انغريديون كاينين في كاع الديور كانيل قرفه نسحقوا العسل الحر
دو بريفيرونس الا ما كانش عندك ديري حسن نورمال مي فريمون زعما هي هي نورمالمون لا فري ريسيت بالحس الحر ونسحقوا لو سكر انا هنا عندي لو سكر دو فلير دو كوكو الا بغيتي ديري سكر برام ستانيك من الاحسن ولا سكر نورمال الا ما عندكش بصح انا هذا غادي ندير هذا عندي هذا غادي ندير هذا الا عندك سكر برام ديري سكر برام ميور كو سكر بلون كامل غادي le strict minimum, fard à joues, anti-cerne, ricil, fermé sourcils et un baume à lèvres, c'est tout. Donc là, je dois m'habiller pour sortir. Du coup, je vais la vidéo. Inch'Allah, je vais vous faire un peu de Inch'Allah, je vais vous faire un peu de temps. Ou là, je vais vous la vidéo. Partage avec les amis, ou très loulé un commentaire ou il a dit la recette, taguez-moi sur Instagram ou un an, je vais vous faire un peu de temps.